الجل الفلاني والوادي الفلاني لازم يكونوا ضمن الدولة الإسرائيلية على أساس توراتي. أما طموحات باريس كانت من الرباط إلى عمان. يعني باريس هو الطبعة الجديدة المنقحة للمشروع الصهيوني. هداك لسه شوي تقليدي بيحكي لغة توراتية. هداك ما فرق معه التوراة، هداك فرق معه انه الرأسمالية الإسرائيلية وصلت حد من الاكتفاء في داخل الكيان الصهيوني بدها اللي بدنا يعني. لابد ان تتسع. طب بتفتكر استاذ شفيق في هناك دعوة لإعطاء نتنياهو فرصة يعني مشان ولبيانه الوزارة اللي صار معروف بلقاته لا للانسحاب من الجولان لا للقدس عربية ولا لدولة فلسطينية، في دعوة لإعطائه فرصة، تفتكر هل من ضغوطات أو خارجية أو داخلية لتغيير بهالسياسة؟ يعني كلام ضحك والله يا ست سعاد، إنه العرب يعطوا نتنياهو فرصة. هو نتنياهو لازم يعطي العرب فرصة. يعني يعطوه فرصة على شو؟ إنه يثبت أن يعود إلى لغة باريس. مش هذا المثل هذا مطلوب؟ باريس بماذا وعد وماذا أعطى؟ ما ممكن تأثر الولايات المتحدة يعني مثلا شفنا دول القمة الصناعية السبع وجهت له دعوة يعني وكأن هناك في نوع من ضغط خارجي، هل ممكن أن يؤثر هذا الضغط؟ يعني هم كل المطلوب حتى عربية أنه يا عم يجيبوا شوية جلوفز ولبسوهم لنتنياهو ولاش نشوف مخالبه الحديدية والنووية. لكن الواقع لن يتغير، لن يتغير إلا بموقف عربي يتبنى استراتيجية حقيقية. ودعيني أقول كلمة شوية يعني للعصر القادم، قضية فلسطين ستبقى معلقة على أكتاف القرن 21. طب اليوم نحن عم نشهد قوة استقطاب تمثلت بمصر وسوريا والسعودية، هل ممكن بعد قمة القاهرة هل ممكن أن تشكل هالقوة ضغط على باريس، فعل ضغط على باريس أو على الأقل على الدول العربية الدول أو بقية على نتنياهو أو على بقية الدول العربية تجاه إسرائيل على الأقل؟ هو هذا أمل، وأنا ككاتب الآن أدعو يعني بعد اللي شفناه هيك استرجعنا بعد قمة القاهرة استرجعنا بعض الأمال. مزبوط. رجعت أمامنا ماس لهيك مرحلة معينة. هو الأمل دائما بهالمثلث القاهرة دمشق رياض، ورغم أنه ثلاث أنظمة متميزة عن بعضها البعض إلا أنه وبسبب تميزها تستطيع أن تستقطب الأطراف العربية الأخرى ويكتمل الرأسمال المطلوب معها. هنا في نفط ومال، هنا في خبرة وتقنية، هنا في إرادة، يعني بيكملوا بعضهم. لكن السؤال إنه إلى متى يستطيع المرء أن يطمئن إلى أن هذا المثلث يبقى متماسك ويستقطب غيره؟ أخشى على هذا المثلث، وقد بدأت يعني المحاولات أصلا، هم من قاعدين بالقاهرة، كلينتون برقية ولا برقية ونتنياهو تصريح ولا تصريح، لكن لا أمل لنا إلا بهذه النواة. لكن المطلوب استراتيجية عربية ثابتة، مش موقف سياسي عابر. هذا موقف وليس استراتيجي. طب لقاء الرئيس الأسد مع ياسر عرفات ومع الملك حسين لأي حد بيساهم بالموقف السوري اللبناني أو بالموقف العربي ككل؟ يعني أنا بعتقد أنه هذه المصالحات آنية عابرة، لأنه ليس الخلاف شخصي، الخلاف بين اتجاهين في نفس إطار التسوية. الرئيس الأسد ما خارج عن إطار التسوية، وهو حريص باستمرار على أن يقول أنه نحن اخترنا استراتيجيا السلام وقبلنا بمدريد وبأسس مدريد وهي أمامنا وجاهزين للتعامل وفق هذا الشيء، وهذا مما يحرج الولايات المتحدة كثيرا. وهذه برضو من حكم الرئيس السوري حافظ الأسد أنه حرص ما استطاع، رغم أنه يسمع الكثير مما يغيظ من واشنطن، أنه يحاول
يبعد شوي بين الموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي، يتحمل رباط جيش تجاه بعض مواقف. يعني هو أظن يرفض عن وعي ربما أكيد إنه الكمبيوتر الأمريكي يسجل عليه ردود فعله، وهذه بتكون لا يعني يقوم بردة فعل. لا يقوم بردة فعل. لكن الجزء الآخر من معسكر التسوية اللي هو ممثل بعرفة والأردن إلى حد ما، الخلاف داخل الفريقين إنه عم أين الحدود، حدود التسوية إلى أين؟ ولما وقفت سوريا ضد اتفاقية أوسلو، مش وقفت فقط لأنه يعني والله إنه ياسر عرفات سبقها بتسوية، ما هو يعني الرئيس الأسد لو يريده على هذا الأسلوب هلا على التليفون بيعمل تسوية بينتهي الأمر. لكن أين القدس؟ أين مصير الشعب الفلسطيني؟ هل سيكون له هوية؟ هل سيعود اللاجئين؟ هل سيعود النازحين؟ هذه كلها القضايا اللي كبل ياسر عرفات يديه قبل أن يضع أسس حلها. هو الحافز اللي خلى سوريا أن تكون ضد اتفاقية أوسلو. والسوري سياسيا حتى يعني منه مضطر انه ياخذ اذن من فلسطيني حتى يحكي بقضيه فلسطين، باعتبارها قضيته، بالنسبه له قضيه قوميه تمسه، وهي تمسه فعلا مش بس وجدانيا وتاريخيا وتراثيا، تمسه الان امنيا. فالاسد بيقول ارض مقابل سلام، عرفت عمل سلام لا اخذ ارض، بالعكس ازداد قضم الاراضي في عهد السلطان. وحتى اسرائيل اليوم تقول ما بقى بدها ارض مقابل السلام. اليوم نتنياهو حتى المبدا اللي بدا عليه التفاوض رافض. هذا صحيح، هو رافض. هو نفس ما كان يريده في رئيس بسد تبوات. فينا نقول انه رجعنا للمراهنه على الوقت بعد ما وصلنا الى طريق مسدود في عمليه السلام. كنت بلشت بدي اقول لك انه القضيه ستبقى معلقه للقرن القادم، لانه كنا احنا العرب نقول انه القضيه بين الاسرائيل قضيه وجود وليست قضيه حدود. نعم. انقلبت هلا هم بيقولوا قضيه وجود وليست قضيه حدود، يعني عم نتبادل الخنادق. يا سيدتي، ان بقيت اسرائيل بصيغتها الصهيونيه العنصريه لا يمكن ان يحسم الصراع الا بغالب ومغلوب. لا يمكن، لا يمكن، ولا يمكن ان ينتصر العرب على اسرائيل إلا باستراتيجية عربية تعرف وتستلهم التاريخ. شو المتطلبات؟ تذكر كيف صلاح الدين حرر القدس، تعرف السبيل إلى تحرير القدس. طب يا ترى ما بعرف إذا قمة القاهرة أو ما سيأتي بعدها ربما توصل إلى الاستراتيجية التي تتحدث عنها. العرب اليوم بين قمتين تاريخيتين بارزتين، قمة الخرطوم بال 67 اللي تحدثت عنها ببداية الحلقة، وقمة الخرطوم كانت تدعو إلى مواجهة إسرائيل، وقمة القاهرة اليوم اللي تدرس إمكانية الوصول إلى سلام عادل وشامل مع تحرير الأرض. كيف فينا نعمل قراءة لهالقمتين؟ ويا ترى لوين ممكن نوصل بعد القمة الأخيرة؟ يعني حتى لا أبدو كثير متشائمة أمام المشاهد، احنا صرنا بوقت للأسف انه اذا اجتمعوا قائدين عربيين حول فنجان قهوة نقول كتر خير الله، يعني اجتمع على الأقل اجتمع، لكن هذا في واقع الأمر لا يكفي، والقول بأنه ليس بالإمكان أبدع من مكان لا يكفي. قمة القاهرة الأخيرة مهمة كوقفة سياسية، انا في رأيي لن تكون إلا آنية، يعني ظرفية. يعني بكره نتنياهو، يعني لولا نتنياهو قال هيك ما صار قمة القاهرة وما اجتمعت، واذا بكره نتنياهو لينها بكلمتين وفاوض عرفات وكذا بعتقد المطلوب اكثر من هذا، وهو مش كثير. يعني المطلوب ليش العرب مختلفين؟ طيب اولا لانه لا يعرفوا الخريطة الجغرافية لبلده، لازم نثبتها بقى، يعني نعرف انه ما هو عربي نقول يعني عن الجغرافيا أولادنا وأحفادنا نقول هذا اسمه وطن عربي. ثم الخريطة السياسية، علينا أن نعترف أنه نحن في سعينا أن نكون أمة واحدة ودولة واحدة، إلا أننا 20-21 دولة، وإذا أضفنا السلطة عرفة بـ 22 طيب هدول كيف يمكن أن يتعايشوا حول حدود دنيا